يعني ده كرم انا عايز العبد اقول لك ربنا ان انت والله. التالت او الرابع على العالم حاجه كده، يعني انا هعمل لك احصائيه ليك دلوقتي وهنشتغل عليها ايام، يعني لان انت يعني انا دخلت في دلوقتي الاساطير. يعني في داني الفيش، بس هو اللي دلوقتي عدى 39 بطولة. بالظبط، يعني انت التاني. انا لا التاني او التالت، لا في ماكسويل وفي لعيب تاني تقريبا، وانا زي ما انا قلت. هو جيجز 37. طيب يعني ايه البطوله اللي كان نفسك تاخدها يا حسام؟ يعني انت حققت بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، ايه البطوله اللي كنت تتمنى ان انت تاخدها؟ بطوله كده قلت انا نفسي اخد البطوله دي. كانت بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت، كان نفسي بصراحة أحققها. الشهر اللي فات، اشمعنى؟ ما انت خدت بطولات أفريقيا كتير. بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت كان نفسي أخدها أوي، عشان ده كان هيبقى أول كأس أفريقيا أرفعه يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. دي البطولة اللي أنا زعلت عليها وكان نفسي أخدها طبعا. حسام يعني انا يعني مش عايز، يعني مش عارف اقول لك ايه، انت ليه يعني الاعلام بعيد عنك؟ يعني راجل عامل البطولات دي وعامل الانجازات دي وحاسس انت بتستخبى، يعني واحد غيرك لا كان. والله انا يعني بص اقول لك على حاجه، يعني ده سر نجاحي بصراحه يعني. حتى كل الناس اللي عندنا هنا في النادي بيحسدوني على الموضوع ده، يقولوا لي مثلا انت يعني ولا عندك فيس ولا واتساب ولا اي حاجه من الحاجات بتاعت السوشيال ميديا دي، عايش ازاي؟ انا بقول لهم انا عايش يعني، انا موجود في النادي الاهلي، اتعودت واتربيت ان انا ابقى رقم واحد في النادي الاهلي، فالحمد لله انا مركز قوي في شغلي، مركز قوي في اللي بيتقال لي، مركز قوي مع النادي الاهلي، مركز قوي في البطولات اللي انا باخدها، مركز قوي في كل لواحد نفسه افرحه في جمهور النادي الاهلي او اي حد ينتمي للمنظومه بتاعت النادي الاهلي. ده اللي انا بفكر فيه طول عمري. بلانك ايه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ يعني حاطط لنفسك ايه البلان مع النادي الاهلي الفتره اللي انا جايه؟ لا انا نفسي ابقى يعني اكتر، يعني اهم حاجه اللي بقى رقم واحد النادي الاهلي طبعا، ويبقى فوق الجميع، وهو كده كده فوق الجميع ببطولاته بانجازاته بالناس اللي فيه برئيسه بمجلس ادارته باللعيبه بالجمهور بكل المنظومه كلها. اهم حاجه يبقوا كويسين ويرفعوا النادي الاهلي يبقى رقم واحد، وابقى رقم واحد ان شاء الله على العالم واخد بطولات. ده اللي انا بسعى عليه. النادي الاهلي على طول هو معودنا ما يبقاش عند يعني تقف على طموح معين، الطموح ده بيبقى مستمر على طول. فده اللي انا بشتغل عليه الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونزود من الدوليب بتاعه النادي الاهلي. حسام عاشور لا زال يحلم بالبطولات مع النادي الاهلي، بطولات عاشور الشخصيه وللنادي الاهلي بصفه عامه. طبعا طبعا يعني انا نفسي النادي الاهلي طبعا ياخد بطولاته، يبقى اكثر تتويج في العالم، يرجع لاكثر تتويج في العالم تاني ان شاء الله. ده اللي احنا بنشتغل عليه، والناس الكبار بتقول، الناس الصغيره اللي طالعه من الناشئين او الناس اللي جايه من بره، عليهم الناس الكبار عليهم دور يفهموا الناس اللي جايه جديد دي يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه تحب النادي الاهلي، يعني ايه تخلص النادي الاهلي، يعني ايه تنتمي لمنظومه زي النادي الاهلي، يعني ايه ترفع اسم النادي عالي زي ما هو كده كده عالي وعالي.